السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبابي كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة ان شاء الله. مرحبا بكم فيديو جديد على القناة ديالي عفوا. اللي اول مرة كيشوف القناة ما ينساش يتابونا معايا ويضغط على زر الاشتراك زر الجرس باش يبقى ديما يوصلوا الجديد ويخلي لي لايك وشي تعليق. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم مناسبة دخول مدرسة الوليدات، يعني اقتراب المدرسة وداكشي الوليدات خاص ضروري تحضروا لهم الكوتي في الصباح ولا الكوتي في العشية. انا اقترحت انني نوجد لكم كوكيز باش تصيبوه ان شاء الله لوليداتكم ويوليو ديو معاهم المدرسة. هاد كوكيز هذا صراحة كيجي غزال، كيجي لذيذ بزاف ما كتشوفوا معايا، عرفتوا بحال الكوكيز ديال المدرسة ديال عفوا ديال المحلات، كيجي مقرمش. وانا الصراحه وليداتي كيحماقوا على داك الكوكيز ديال 2 دراهم، كنت كنشري ليهم لكن دابا وليت كنحضروا ليهم غير في الدار، كيجي زوين بزاف. وكنتمنى انكم تجربوه وخليكم مع طريقه التحضير ديالو مع المكونات. تبعوا الفيديو كامل باش تشوفوا بالتفصيل كيفاش يعني كيجي هذا الكوكيز وسر النجاح ديالو باش يجيكم مقرمش. بالنسبه للمكونات ديال هاد الكوكيز غنحتاج واحد 125 غرام مخلطه ما بين الزبده وزيت. بالنسبه للزبده راه يمكن لكم ديروا زبده مارغرين او زبده حيوانيه، اي زبده متوفره عندكم، غير هي ما تكونش قاصحه، تكون يعني بحراره المطبخ. وعندنا هنا ثلاثه البيضات صغار، الا كانوا البيضات كبار راه يمكن لكم ديروا غير جوج. عندنا هنا الشوكولات حبيبات للتزيين هو اللي غنخدمو به هاد الكوكيز. وعندنا ساشي من سكر فانيلا، وعندنا قبيصة ديال الملحة. هنا كيف ما قلنا الزيت يعني 125 غرام خلطة ما بين زيت وزبدة. هنا عندنا كاس ديال العنبة ديال السكر أسمر باش ينجح معنا هاد الكوكيز راه خصنا نديرو سكر أسمر. وعندنا هنايا نديرو كيس ونص، يعني غير صاشيه واحده ونص من سكر عفوا من خميره الحلويات وزن 8 غرام. غنديروا هنايا غير صاشيه ونص. غادي نخلطوا هاد المكونات هادي كما كتشوفوا معايا. يعني هاد الكوكيز هذا راه كوكيز كيجي مقرمش بحال ديال المحلات، يعني كوكيز اللي كيتباع بجوج دراهم هو هذا. هنا غنضيفو الزبدة، شوية د الملحة غير باش نحسنو الذوق. غنضيفو كيس من سكر الفانيلا، وغادي نضيف كاس ديال السكر البني. يعني الكوكيز راه معروف كيدار بالسكر البني، وبالنسبه للناس اللي متوفرش عندهم راه يمكن لهم يديروا سكر سنيده يعني سكر عادي. غادي نحاول نخلط هاد المكونات هادو مزيان حتى تنسجم ليا العناصر. وغادي نضيف الزيت وغنضيف البيض، غادي نخلط الزبده مزيان. انا هنا كنخلط غير بايديا. الزبده الا كانت قاصحه يعني بارده عفوا من الثلاجه غادي يبقاو فيها بحال دوك الحبيبات. هنا خصني نخدم السكر، هاد السكر البني كيبقى شويه حرش ما تخدمش مزيان، يعني خصكم ضروري تعطيوه الوقت باش يذوب لينا. راه كيعجب الوليدات بزاف وحتى الكبار والصغار، يعني ماشي غير الصغار، كيجي المذاق ديالو بحال الكوكيز اللي دار ضجه دابا بجوج دراهم. معروف فيه الوليدات كبار وصغار كيشريو دابا بكثره. انا غادي نحاول ندوب هذا السكر مع الزبده.
غادي نضيف الزيت بالنسبه للدقيق راه هو الاخر كنضيفوه حتى كنخلطوه مع العناصر هذه اللي كنضيفوا الدقيق كيف ما كتشوفوا معايا الدقيق يكون نوعيه جيده يكون دقيق ممتاز غنضيفوه بشويه بشويه وغنكونوا ديجا مغربلينه من قبل هنا راني ضفت ثلاثه البيضات صغار الى عندكم البيض من حجم كبير كتضيفوا غير جوج بيضات لهاد المكونات اللي عطيتكم انا راه غير ديال جوج بيضات لكن البيض عندي صغير شويه داكشي علاش ضفت ثلاثه غادي نخلط مزيان غادي نخلطهم مزيان بالنسبه للناس اللي ما متوفرش عندهم السكر البني راه غادي ديروا واحد تقريبا غتاخذوا واحد كميه اللي متوفره عندكم اللي قديتوا عليها من الشوكولات الاسود غادي تحكوه غادي تبشروه في الحكاكه رقيقه وغادي تخلطوه كيف ما قلت لكم اللي ما عندوش السكر البني غادي يدير كميه قليله من الشوكولات باش يجي داك اللون بني ديال الكوكيز هنا بعد ما خلطت العناصر غادي نبدا نضيف الدقيق شويه بشويه نضيف هنا كميه قليله من الدقيق غنضيف عليها واحد كيس خميره الحلويات ونصف وغادي نبدا نخلط نحاولوا العجين ديالنا ما يكونش قاصح ما يكونش كيتلصق عفوا انا هنا غنستمر في التخلاط وغادي نخليكم مع العجين شوفوا معايا هنايا القوام ديال العجينه ما كيلصقش هانتوما كيفاش كتجي يعني راه ماشي قاصحه لا كتبقى هكا دايره العجينه الا قصحتوها راه ما كيبقاش القوام ديال الكوكيز كيولا ديال شي غريبه ولا شي حاجه مهم هكا انا غادي ندخل فيه هاد الشوكولات الحبيبات او يمكن لكم تستعملوا اي شوكولات تقطعوه انا غادي نستعمل واحد الكميه وغنخلي شويه باش نزين به في الاخر نحاولوا غنخلطوا بصبيعاتنا باش ما يذوبش لينا الشوكولات واخا هاد الشوكولات اللي عندي انا نوعيه ممتازه ما كيذوبش صراحه دابا راه كيف ما قلت لكم وقيت هاد المدرسه وداكشي ان شاء الله جايه غادي ينفعنا بزاف مع وليداتنا هاد الكوكيز هذا صدقوني راه كيجي في حل ديال المحلات هذا الكوكيز اللي كيتباع بجوج دراهم الا كنتو ضيقينو راه هو هذا هنا غادي ناخذ العجين غادي نحتفظ به في واحد البلاستيك غذائي وغنديرو في الثلاجه لمده ساعه عاد غادي نشكلو كويرات وندخلو الفران كيف ما قلت لكم غادي ناخذ هذا البلاستيك هذا ديال المجمد ديال الثلاجه غادي نديرو تقريبا لمده ساعه تقدروا تخليوه ساعتين انا هنا وليداتي لاصقيني ماما كوكيز لهذا غادي نضطر نديرو غير ساعه نخليه في الثلاجه من بعد نشكلو على شكل كويرات ونحطهم في صفيحه الفرن درجه الحراره 180 يعني يكون الفران ديجا سخون من قبل
نخليهم يطيبوا من التحت ياخذوا حقهم في الطياب باش يجيونا مقرمشين، عاد نشعلوا عليهم يتحمروا من الفوق. نخليكم ان شاء الله. من بعد ما دازت ساعه بالمكانه خرجت العجين ديال الكوكيز من الثلاجه وغادي نشكلو على شكل كويرات. غادي نشكلو كويرات على هذا الشكل هذا، وغادي نزوقو بهاد الشوكولات الحبيبات الشوكولا، نزوقو بهاد الطريقه من الفوق، نضغطو عليه شويه باش يدخل. وغادي نكمل على هذا الشكل هذا، وغنخليكم ان شاء الله مع الشكل النهائي ديال الكوكيز. اولا كنديروا هذه الطريقه، هذه كناخذوا كميه من العجين كنديروا ليها هكا، نقرصوها شويه ونحطوها في الورق او البلاستيك الغذائي، نديروا هكا ونضربوها بالمدلك حتى تسرح لينا. كناخذوا واحد القطعه صغيره العبار اللي بغيتو القياس اللي بغيتو، انا عندي هنا هذا الكويس الصغير هو باش كنقطع به. غادي ندير هكا وغادي نهزهم على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا، كيجي القياس ديالو هكا، وكنحطهم في صفيحه الفرن. وكذلك نزينهم بالسكر بالشوكولاته حبيبات، وكنكمل على هذا الشكل هذا. اولا كندير الطريقه اللي وريتكم في الاول. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكوكيز اللي حضرت، صراحه كيجي غزال، كيجي المنظر ديالو زوين، وكيجي حتى المذاق ديالو الشكل ديالو. كنتمنى انكم تجربوه لوليداتكم، وما تبخلوش عليا بلايك وكومونتير وشي كومونتير شي تعليق يكون زوين باش يشجعني قديما نحضر معكم حويجات زوينين. وشكرا لكم بزاف الناس اللي كيدعموني، كنقول لكم شكرا لكم بزاف بزاف. وكنتمنى ان شاء الله الفيديو ديالي ينال الاعجاب ديالكم، وفي فيديو اخر ان شاء الله على القناه ديالي. وهنا يا حبيبي غادي نحضر معكم واحد الكيك كنت صورته شحال هادي، واحد الكيك كيجي رائع كيجي طالع بزاف الصراحة. هاد الكيكة هادي أنا راه جاتني منفوخة بزاف يعني، وفيها غير جوج ديال أكياس ديال خميرة الحلويات. بالنسبة لهاد الكيك هذا راه كيجي هشيش، مكونات كيف ما كتشوفوا اقتصادية، عندنا كاس ديال الزيت ناقص جوج معالق تقريبا كبار كيف ما كتشوفوا هنا، عندي العبار كاس ديال العنبة هانتوما، كاس ديال الزيت، كاس ديال السنيده، كاس ديال الحليب، ثلاثه الكيسان ديال الدقيق الابيض الممتاز ما شفتو معايا هنا، قلت لكم كاس ديال الزيت نقصوا منه جوج معالق كبار، عندي هنا ربعه البيضات كبار بحراره المطبخ، عندي هنا عصير ديال الحامض كنديرو عوض الخل، وعندي جوج خمارات من وزن 8 غرام يعني بجوج كيوزنوا 16 غرام، وعندي كيس من سكر فانيلا. باش ما نطولش عليكم في الفيديو كتير، انا غير بغيت نشارك معكم هاد الكيك هادي باش تعرفوا ان راه ماشي الخميره اللي كتخلي الكيكه تجي منفوخه، لا راه السر ديال البيض خاصو يكون في حراره المطبخ هو والحليب، طربي البيض مزيان مع السكر ومع فانيا حتى يضاعف الحجم ديالو، طربيه مزيان حتى يضاعف الحجم ديالو، وتبعي ليه النواشف. شوفوا معايا الكيكه كيفاش جات، انا اختصرت لكم في الفيديو الصراحه، جات طالعه حتى لدرجه هذاك الدواره اللي كتكون متقوبه انايا كانت غتسد ليا كاع بخطره. عرفتي هاد الكيك هذا راه قتلني بالضحك، شوفوا يعني تبارك الله غير جوج خمارات جات طالعه بزاف. هنا غادي ندهنها بالكونفيتور، وعندي هنا اللوز سلقته وقليته وهرمشته هو باش غنزين به. كيف ما قلت لكم الكيكه غير طربوا البيض مع السكر مزيان حتى يضاعف الحجم، وبداو تضيفوا نقيطه ديال الزيت
صافي. والحليب والدقيق وفي الاخر كتضيفوا داك الحامض، راه ما نقولش لكم، وديروها في الفران يكون سخون، مسخنينو ديجا واحد ربع ساعه من قبل. انا هكا باش كتنجح معايا الكيكه، ربع ساعه من قبل تكونوا مسخنينو. ايوا خليكم مع الشكل ديال التزيين. ها انتما كيفاش زينت الكيكه. بالنسبه للاسئله، الفران ما الفران، الفران ديال الضو راه كتشعلو لدرجه الحراره 180، كتشعلو فوق ولتحت ربع ساعه قبل تيسخن مزيان، وكتخشيو الكيك تكون وتطفيو الفوق تخليو غير لتحت حتى يبان لكم الكيك تنفخ، عاد تشعلو عليه من الفوق ياخذ اللون ديالو صافي وتخرجوها. وكذلك فران ديال الغاز، الفران ديال الغاز ما تنقصوش العافيه، ديما العافيه تكون معتدله ما بين هكا وهكا، حيت لا كانت ناقصه العافيه بزاف غادي تفص لكم الكيك. شوفوا كيفاش كيجي هشيش من داخل، المذاق رائع رائع غير بهاد المكونات اللي عطيتكم. راه فيهم كاس ديال الزيت، كاس ديال السنيده، كاس ديال الحليب، ثلاثه الكيسان بالعبار ديال الدقيق كنعبر بكاس العنبه، جوج خمارات فانيا، شويه ديال الحامض، والتزيين كيبقى حسب الرغبه. راه كتجي لذيذه بزاف صراحه، كتجي خطيره، كنتمنى انكم تجربوها. كيف ما قلت لكم في فيديو ديال الكوكيز، ما تنساوش خليو ليا لايك وشي تعليق يكون زوين، الله يجازيكم بخير، وبارطاجيوها مع احبابكم. واللي اول مره كيشوف القناه ديالي يدخل يشارك معايا في القناه ويضغط على زر الجرس باش يبقى ديما يوصلو الجديد. وكيف ما كتدعمونا وكتعاونوا معنا حتى حنا ان شاء الله غنبقاو ديما نحضروا لكم الجديد. وشكرا بزاف، والهلا يخطيكم، وفي فيديو قادم ان شاء الله يكون شي فيديو زوين. واللي بغات نحضر معاها شي حاجه تقولها لي في التعاليق، راه كنقرا التعاليق كامله. ومرحبا بكم مره اخرى في قناه ميري شانيل فلوغ. ولدي ختم عليكم، شكرا وبصحه وراحه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته احبابي، كيف دايرين لاباس عليكم، اش اخباركم، كلشي مزيان، كنتمنى تكونوا بخير ان شاء الله وعلى خير. بغيت نوريكم هذه المزرعه، مزرعه اعشاب، فيها مسابيح، فيها مطعم، فضاء ترفيهي بالنسبه لاخوات المنقبات او لاخوات اللي بغاو ياخذوا راحتهم وداكشي، يعني راه يمكن ليهم يجيو هنا. كاينه في طريق، كاينه في مديونه، بالنسبه للناس اللي عندهم طوموبيل راه يمكن ليهم يجيو ليها. الناس اللي ما عندهمش طوموبيل راه كاينين طاكسيات صغار. الصراحه هذا المتنفس هذا غزال بزاف، مازال ان شاء الله تشوفوا معايا من الداخل كيفاش داير. يعني صراحه بالنسبه لي انا دايره النقاب وداكشي، هاد البلاصه زوينه ليا، يعني كاين مسبح ديال النساء، يعني ما يدخلوش ليه الرجال وتقولوا يعني للنساء، وكاين مسبح للرجال، يعني راه بعيد على ديال النساء، ما حتى حد ما يشوفك. المهم كنتمنى ان شاء الله انه ينال الاعجاب ديالكم، انا ان شاء الله غنصوروا لكم من الداخل. ها هو كاين في مهم في طريق مديونه. بالنسبه لهاد المزرعه الاعشاب، راه كاين هنايا واحد الاخ عشاب هنايا، يعني لا قدر الله وقعت لكم شي حاجه ولا شي حاجة. المهم انا كاين واحد العشاب كيدير تداوي يعني بالاعشاب، عنده كل شيء صراحه. شوفوا الدخله ديالها كيفاش دايره، زوينه ما شاء الله، غزاله غزاله الصراحه، اللي جالا غتنال الاعجاب ديالو. وكنتمنى انكم تزوروها، راه فنه بزاف. شوفوا الدخله كيفاش دايره، هانتوما كيف ما كتشوفوا، كاين مسبح للنساء للرجال، قاعه تمارين صحيه، فضاء ترفيهي، مسجد للصلاه، متجر العسل، منبت هنا، كاين بوبينيير، يعني كيبيعوا حتى الاعشاب. اللي بغى يدير شي حاجه يزرعها في الدار، وهذا اي حاجه بغيتوها راه كاينه عندهم. شوفوا معايا، خليكم معايا ان شاء الله. شوفوا كاين مطعم هنا، مطعم زوين، كاين
هنا العب الوليدات الصغار. يمكن لينا نلعبو فاتحنا، ما فاتحنا باقيين صغار. كاينين ارجوحات، كاينين هاد اللعب الوليدات الصغار. هادي الدخله ديال المسبح بالنسبه لي فام نساء. المهم شوفوا شوفوا هاد الجليسات بلديين، داكشي بحال اللي جالسه في داركم. هانت اللي بغى السداري يجي هنايا يطلع فوق السداري. ناس صراحه راه داكشي فن والله الا بحال اللي جالسه في الدار.